اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده الحلقه هتجاوب وهتطمن امهات كتير نفسها ترضع طبيعي بس مش عارفه الطريقه ازاي. تسمع معلومه هنا تجيبها هنا وهي مش عارفه، وممكن تكون للاسف بتعمل اخطاء بتؤدي الى فشل عمليه الرضاعه، لان دايما بقول نجاح عمليه الرضاعه هو تيم وورك، فريق عمل مكون من المستشفى اللي ولدت، الممرضه، الدكتور اللي كان مساهم اثناء الولاده، الاسره اللي معاها في البيت، مامتها، حماتها، جوزها، كل دول بيشكلوا فريق عمل وبيساهم في نجاح عملية أو فشل عملية الرضاعة. أنا بقى هقولك على شوية نصايح هتساعدك إن أنتي اللي تكوني واخدة الأبر هاند عشان تبوش وتدفعي الموضوع للنجاح. إيه هي؟ أول حاجة، خلينا أهم سبب لنجاح عملية الرضاعة هو الوضعية الصحيحة. لازم تكون الهالة اللي حوالين الحلمة معظمها أو كلها موجود جوه فم البيبي، وإن البيبي ما يرضعش من الحلمة. تاني حاجة، إن ما تديش أي حاجة خارجية أول 6 شهور ورضاعة طبيعية حصرية عشان نحقق أقصى استفادة من لبن الأم والفايدة اللي فيه. تالت حاجة، ممنوع تيتينا أو ببرونة أول 40 يوم، لان ده بيسبب حاجة اسمها اضطراب في الحلمة. البيبي بيضطر ان هو يرضع من التيتينة او الببرونة، فيحصل له اضطراب في الحلمات، يتلخبط، ما يعرفش يرجع تاني يرضع من ثدي مامته. وكمان بعد 40 يوم لو اضطريتي انك تستخدمي ببرونة لازم تكون فيها نظام محاكاة للرضاعة من ثدي الام. رابع حاجة، انك لازم تتابعي وزن وطول الطفل، مش بس مع دكتور اطفال عادي لو كان عندك مشكله في الرضاعه الطبيعيه، لا، مع استشاري رضاعه طبيعيه، لان هو ده اللي هيقدر يوجهك للمكان الصح. خامس حاجه، لبن الام غني بكل الفوائد ما عدا فيتامين د، عشان كده بننصح بانك تاخديه من عمر 2 شهر لحد 1.5 سنة الطفل ياخده 4 نقط مره واحده في اليوم. كمان في حاجه، الام اللي بتولد قيصري ممكن تتاخر نزول اللبن لحد اللي ينزل في اليوم الثالث، ما تقلقيش، وخلي دايما الطفل يرضع من صدرك كل شويه، هو ده اللي هيزود اضرار اللبن. حاجه كمان، ان اللبن السرسوب ده ربنا عامله كميته قليله، مش محتاج ابدا كان نصيحه من حد ربنا ان انت يدوا ميه بسكر او اعشاب، لان حجم البيبي اول معده البيبي اول ما يتولد قد الترمسه، فهي متناسقه تماما مع حجم كميه لبن السرسوب، لان هي هتبقى دايره مغلقه. انت اديتي حاجه خارجيه، الطفل مش هيرضع من لبن السرسوب، هيقل اللبن، هتضطري تدي حاجه خارجيه، الطفل مش هيرضع منك، هيقل اللبن، هتبقى دايره مغلقه. فهي الفكره، لبن السرسوب ده كافي جدا لطفلك في الايام الاولى. كمان حاجه مهمه، مش لازم كل مره انك تغسلي الثدي بعد كل عمليه او قبل عمليه الرضاعه، لان ده هيزود نسبه الفطريات والميكروبات وممكن يعمل تشقق في الحلمه. كفايه قوي انك تاخدي شاور مره واحده في اليوم مثلا قبل النوم. كمان في حاجه مهمه، ان في ادويه لازم تبقي عارفه ما ينفعش تستخدم اثناء الرضاعه، عشان كده قبل ما تستخدمي اي دواء لازم تستشيري الطبيب المسؤول. كمان اخر حاجه، مش لازم تقعدي تنقلي البيبي من صدر لصدر كل شويه، لا، انت تستني لحد ما البيبي يخلص الرضعه تماما وبعد كده تنقليه الصدر التاني. انت اللبن مكون من جزئين في كل ثدي، من وش اللبن ده اللبن الخفيف، واللبن التقيل اللي في قعر الصدر، وده هو اللي غني بالدهون والحاجات اللي بتساهم في ان البيبي ينمو بصوره كويسه. فعشان كده تعرفي منين ان البيبي خلصهم، هو لوحده هيسيب الثدي، يبقى انت بعد كده تنقليه على الثدي التاني. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وكل ام تقدر ترضع طبيعي وتبقى فخوره برضاعتها دايما على طول.